هنكمل مع بعض النهاردة الإصحاح رقم سبعة. الإصحاح رقم سبعة اسمه رؤى، اسمه رؤى يعني رؤية ورؤية ورؤية ورؤية، تبقى إيه؟ رؤى. يعني في عدة رؤى في هذا الإصحاح. والرؤى دي يقابلها مقاومة، بس من شخص مش عادي، المفروض يكون مميز، ده المفروض. المقاومة دي من مين؟ من كاهن. المقاومة من كاهن. تعالوا نبص مع بعض الإصحاح الأول. وأول حاجة التلاتة آيات اللي جايين، تعالوا بصوا كده. أول حاجة يقول لي إيه؟ هكذا أراني السيد الرب. مين اللي بيتكلم؟ عموس. هكذا أراني السيد الرب. عموس هو اللي بيتكلم، بيقول ربنا وراني، يعني الله أعلن لي. ودي كانت أول رؤية. وإذ هو يصنع جرادا، يبقى الرؤية دي عن الإيه؟ عن الجراد. دي اسمها رؤية الجراد، اسمها رؤية الجراد. يصنع جرادا في أول طلوع خلف العجب، وإذ خلف عجب بعد جزاز الملك. وحدث لما فرغ من أكل عجب الأرض إن قلت أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا، لا يكون، قال الرب. دي أول رؤية، أول رؤية اتكلم عنها عموس، وهي رؤية عن الجراد. وإيه موضوع الجراد ده؟ معروف إن الجراد لما بيطلع وينتشر بكثرة بياكل كل عشب أخضر قدامه، كل حاجة خضراء قدامه بياكلها. يعني معنى كده لو في زروع أو في أعشاب أو حشائش، اللي بيحصل هنا بياكل الكل، أصبح دوت عقاب كبير على الناس اللي عايشة، لأن مش هتلاقي إيه؟ مش هتلاقي تاكل. في الإصحاح رقم أربعة ربنا اتكلم مع عموس وهدد شعب إسرائيل إنه هيبعت ليهم جراد، ودي كانت عقاب من الله ليهم. قال لهم كده إن في جراد هيجي عليكم هياكل كل حاجة عندكم، المحاصيل بتاعتكم والكروم بتاعكم والتين بتاعكم، أنا هبعت جراد يأكل كل حاجة. إن كان قال الكلام دوت في إصحاح سابق، يعني معنى كده إن الله بيمهد للعقاب. ولما يمهد ليا للعقاب علشان يقول لي خد بالك كويس، اتعظ، ارجع ليا، أنا مش عايزك زي ما أنت، في عقاب عليك، يبقى أنت جدد العهد معايا، أقف راجع نفسك. لكن لما يلاقيني أنا الله مش هنا خالص، يتمم وعده ويتمم العقاب بتاعه. لكن الله لما بيجي يأدب بيأدب بنفسه هو، يبدأ يأدب بنفسه هو ويبعد جراد. وإن كان بيأدب عن طريق الجراد، هو ممكن يأدب بالطريقة أعلى من كده. بيقولوا كده اللي ما بيجيش بالعصاية يجي بالكرباج، يبقى ضربة من الكرباج توجع، واللي ما يجيش بالجرباج
يبقى يتجلد، الجلد أعلى. فالله بيستخدم مراحل معانا كتير، وهو بيستخدم مراحل مع بني إسرائيل لعلها ترجع عن الخطأ اللي هي فيه. وإن كنا بنتكلم على بني إسرائيل في الزمن القديم، لكن هنا الله لما بيتكلم مع موسى إن يوجه إعلان الرؤية ده ليهم، كأنه بيوجه إعلان الرؤية دي كمان لينا إحنا دلوقت. لأن أحياناً بنستمر في وضع يفضل معانا كتير، والله يفضل يشاور 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 لعل كل واحد فينا يرتجع على ما هو فيه ويرجع. لكن لما الله يستخدم بطريقته ممكن يستخدم عقاب آخر. إيه هو العقاب الآخر؟ هو العقاب الآخر هو عقاب واحد، لا ممكن عند الله طرق كثيرة للإيه؟ للعقاب. هو اللي يؤدب بنفسه، ما يأتمنش أبداً أي حد على أولاده يأدبهم، هو اللي يؤدب بنفسه. هو عارف أولادها يتحملوا قد إيه، هو عارف إيده هو اللي تدوس عليك، مش إيد غيره تدوس عليك. يعني إيه يا رب؟ يعني أنا رحمتي بيك ممدودة ومحدودة عليك. أنا بالضبط عامل زي واحد قاعد كده بيعمل خزفة جميلة حلوة وحطت الطينة قدامه وقاعد يدور العجلة من تحت برجليه، والطاولة بتلف بالعجينة وهو ماسك بإيده وقاعد يدوس على العجينة يمين وشمال، مرة يدوس بالراحة مرة يدوس بقوة مرة يعمل فجوة وهكذا إلى أن تكتمل الفازة بطريقة جميلة. فالله بيجمل في الفازة بتاعته، بس عن طريق ضغطات ضغطات. قد تكون التأديبات دي علشان أنت تتجمل، علشان أنت تكون في صورة رائعة. فالله هو اللي يؤدب بنفسه، ما يقدرش يسيبك لأي حد تاني يؤدبك إلا في حالات اللي هي أنت فيها مستحيل. علشان كده داود قال أقع في يد الله خيرا من أن أقع في يد إنسان، لأن مراحم الله واسعة ولا تزول. إيه ده؟ فالله هنا هو عامل زي الخزاف، أبعت أنا الجراد، أصنع أنا جرادا. والله فعلا أعلن الخطة بتاعته لعموس، وهو بيعلن ده لعموس ويعلن الكلام عموس لبني إسرائيل كلهم، بيوضح لهم إن الله عمله في رحمة، بالرغم إنه في تأديب لكن في رحمة، بالرغم إنه بيأدب لكن هو بيحن يترفق بكل واحد فينا على قد إمكانياته. يقول إن هو هيعاقب بني إسرائيل. ليه يا رب هتعاقبهم؟ اصل انا نبهتهم قبل كده وقلت لهم ان هيجي لكم جراد، ولسه زي ما هم ثابتين في مطرحهم، ما تحركوش، ما خطوش خطوه معايا، ما عملوش اي حاجه، فانا بالتالي لازم ادوس الضغطه اللي جايه، لازم اعمل الحفره اللي جايه، اصنع جرادا. يعمل ايه؟ ينزل على المحصول ياكل كل حاجه. لكن هنا يقول لي ان الجراد بينزل في اول الطلوع، في اول الطلوع بتاع الايه، بتاع العشب، في اول طلوع خلف العشب. يعني ايه في اول طلوع خلف العشب؟ يعني العشب حصل وانتهى واتلم، لكن اول العشب الجديد المحصول الثاني لما بيزرع ابعت انا ايه جراد. يعني بقول لك ايه، انا رحيم معك قوي، على الاقل بديك الايه العشب الاولاني تقدر تخزن منه. ايه ده؟ ايه ده العمل ده؟
الروعه بتاعت ربنا دي، المعاملات العجيبه دي، ان هو بيترفق بيا بطريقه غير عاديه. عمل عظيم، عمل رائع. لكن تعالوا بصوا ان الله سمح بالنمو الاولاني بتاع العشب، وارسل الجراد بتاعه خلف الايه، خلف العشب. بيقول هنا بعد جزاز الايه الملك، يعني بيتخذ جزء من العشب الاولاني ده وبيتحط لمين؟ للملك. لكن في جزء بيروح لمين؟ للشعب. فالله بيقول لك انا رحيم معاك، ان كنت بعاقبك وبدوس عليك في حته معينه وبتئن وبتصوت، لكن انا ده بعمل دوت ليك انت لمصلحتك انت. في عمل بيتم، بس انت مهم قوي انك تاخد بالك تستجيب لعمل الله، لترفقات الله معاك. لكن بالرغم ان الضربه اللي بيضربها ربنا فيها رأفة، وهو بيخطط ربنا للعمل ده، لكن كان بينتظر حاجة معينة. ايه هي؟ من عموس ان يعمل حاجة. ان كان الله الآب يحن ويترأف عليا، فبالتالي لابد ان يكون لي شفيع على الارض يترأف من اجلي ويصلي من اجلي، ده لازم. طب يتم ازاي؟ فلابد من الشفعاء، لابد من شفيع، يعني حد يقف قدام الله في الصغر ويقول له يا رب انا عارف ان فلان تعبان، انا عارف ان جوريا تعبانه، لكن بصلي من اجلها يا رب، مد ايدك وهي في قلب العنايه، مد ايدك وانقذها انقاذ تام، احنا واثقين انك انت تقول تصنع خير، وان كانت فيها حبه عيوب لكن انا واثق انها بعد فوق الفوقه بتاعتها هتصحح من مسارها مره تانيه وتكمل معاك. بس مد ايدك النهارده يا رب، مد ايدك يا رب، واثقين فيك انك انت تعمل ده. هو ده الشفيع، هو ده المصلي. عموس كان كده، عموس كان كده، وقف وعمل ده. عموس وقف وراح متكلم مع ربنا. وقال له أيها السيد الرب اصفح، كيف يقوم يعقوب فإنه صغير. ايه ده اللي خلاك اتكلمت يا عموس؟ اصل انا شايف شعبي تعبان، شايف الناس اللي معايا تعبانين وبيئنوا، انا ما اقدرش اسكت على ده، لان انا عارف شعبي كويس. لما تعرف شعبك كويس تعرف الناس اللي ليك كويس، مهم قوي انك انت تصلي من اجلهم، انك تقف وتتكلم بالنيابه عنهم. وده كان دور مين؟ عموس. هو ما كانش دور عموس بس، ده كان من اول الانبياء، وهم كانوا فيه متشفعين كتير. ابراهيم كان متشفع من اجل الارض كلها. ليه؟ اصل الله دي خلقته، وان كانت خلقته فسدت ودب فيها الفساد، لكن مستني حاجه واحده بس، الله مستني ان في حد يقف ويقول يا رب من فضلك. يمكن يكون الناس ديت فيهم ناس تعبانه، يستاهلوا العقاب، لكن انا مصدق انك انت قادر انك انت تسامحهم. وقف ابراهيم وتشفع من اجل سدوم وايه وعموره. اذا دول يستاهلوا ما يستاهلوش، لكن دول حاسس ان دول الله اللي اتخلق قبل كده، لكن هم صحيح فسدوا تماما، كانوا يستاهلوا العقاب، لكن يوجد من يقف ويتشفع من اجلهم.
مش كده بس، موسى لما طلع فوق عملوا العجل. ايه ده؟ حالا نسيتوا ربنا، حالا بعدتوا عنه. ايه ده؟ ليه كده؟ ده مش لسه مأيدك ومدعمك وسندك وشفاك وعمل 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 وعمل؟ ايه اللي خلاك كده في الصوره دي؟ انت نسيت ان هو عبر بيك المستحيلات، عبر بيك الازمات، عبر بيك البحر الاحمر. وبالرغم عن كده ايه ده؟ بمجرد ان موسى غاب فوق نزل لاوبياء، قال انا هفنيهم، قالوا لا يا رب. ايه ده؟ ايه يا موسى ده؟ بتقول له لا يا رب؟ ازاي؟ دول يستاهلوا. قال بس دول ايه؟ شعبي. دول اللي خرجت معاهم، دول اللي تعبت في الارض 40 سنة في مصر، ودول اللي خرجت بيهم وطلعت بيهم ارض الموعد، وادينا اهو مش عارف اكمل قد ايه، بس ده قاعد معاهم 40 سنة كمان. فين؟ في البريه. ايه ده؟ مره 40 ومره في البريه 40 لوحده، ومره بالشعب 40. 120 سنه يا موسى وانت تعبان، وتيجي تقول له خلاص يا رب سامحهم؟ ده متشفع. عاوز اسالك بقى، انت دلوقتي انت متشفع من اجل مين؟ هل بتتشفع من اجل كنيستك؟ هل بتتشفع من اجل الكهنه اللي موجودين في الكنيسه وتصلي من اجلهم؟ ده دورنا. هل انت بتتشفع وتصلي من اجل مدارس الاحد اللي موجوده في الكنيسه، الاطفال الصغيره او الكبار او الشباب او الخريجين؟ هل انت بتقف تذكر كل يوم في صلاتك مجموعه من الخدمات قدام الله تتشفع من اجلهم؟ دي دايرتك بالاولى. هل انت بتتشفع من اجل اولادك؟ تتشفع من اجل اخواتك؟ هتقول لي واتشفع ليه؟ المهم بس انا اطلع الملكوت. بس كيف اذهب الى ابي واخي ليس معي؟ ازاي؟ ازاي تروح الملكوت واخوك مش معاك واختك مش معاك؟ ازاي؟ ازاي؟ لابد انك تتشفع. يوجد متشفعين في الكتاب كتير، لكن عموس ما استندش على التشفع بتاعه لربنا على ان الشعب دوت يعني كويس. لا، هو كان عارف انه هو يستحق العقاب، وقال له كده دول ناس قليله، امه صغيره، كيف يقوم يعقوب فانه صغير؟ هو بيقصد على يعقوب الامه الايه؟ الإسرائيلية، لأن يعقوب خرج منه الاثناشر، والاثناشر كونوا الأمة الإسرائيلية، فهو بيتكلم على أساس ده. لكن الله يقول كلمة حلوة قوي بعد كده، فندم الرب على هذا. لا يكون، قال الرب، ربنا ندم على كده. ده مش معناه أن ربنا غير فكره، لكن أجل الإيه؟ أجل الإيه؟ العقاب. كلمة الندم هنا ليس الله يندم كما يندم الإنسان، لكن الله أجل الإيه؟ أجل العقاب. الرؤية الثانية من أول العدد رقم 4. هكذا أراني السيد الرب، وإذ السيد الرب قد دعا للمحاكمة بالنار، فأكلت الغمر العظيم وأكلت الحقل، فقلت أيها السيد الرب كف، كيف يكون يعقوب فإنه صغير؟ فندم الرب على هذا، فهو أيضا لا يكون، قال السيد الرب. إيه ده؟ هنا الموضوع خد جانب آخر، خد خطوات واسعة. الله ابتدى يشوف أن الناس مش بتتقدم، طب أنا أعاقب بالإيه؟ أعاقب بالنار. فعموس قاعد فشاف الرؤية، الرؤية اللي بتتشاف كأنها حلم، لكن هو مش في إيه؟ مش في حلم. الله لما بيعلن إيه؟ حقيقة هتحصل.
فشاف عاموس ان في نار بتاكل بتاكل كل حاجه، حتى لحست حتى كمان يعني من شدتها الميه بتاعه الايه بتاعه البحر، وكمان كلت جزء من الحقل. يعني النار دي ايه؟ قويه جدا. معنى كده لما تاكل ميه وتاكل كمان ايه جزء من الحقل، عارفين يعني ايه؟ ولا الطول تاكل ولا الطول ايه تشرب، ده يبقى عقاب ايه مضاعف. ده عقاب مضاعف هنا في دي في الرؤيه دي. لكن عاموس قالوا لا برضه ما ينفعش يا رب، كف عن ده. هو انت ايه يا عاموس؟ وانت شخص يعني قلبك على الناس دي قوي. قلبي عليهم، لاني انا مش مرسل من قبل نفسي، لكن انا مرسل من قبل مين؟ الله. ده يقول هنا في الايات الاخرانيه، وابتدى هنا الله يفكر يعاقب. لكن مين وقف للمره الثانيه؟ عاموس. قال له ايها السيد الرب كف، كيف يقوم يعقوب فانه صغير؟ لكن من نعمه الله على البشر دول انهم ما يبدوش ان هو تقف ايه الضربه. الضربه اللي جايه وهي من اول عدد 7، خدوا بالكم من توالي الضربات، انها في تسلسل علشان الشعب ياخد باله كويس قوي. مره ضيعت عليك الاكل والشرب، الاكل وسط الجراد، المره اللي بعديها اكلت الميه واكلت الايه العشب كمان، المره اللي بعديها انا هتكلم معاك، وبعديها زي ما بنقول التالتة تبتة زي ما بنقول كده. هكذا أراني الرب. وإذا الرب واقف على حائط قائم وفي يده زيك، فالضربة دي اسمها ضربة الزيك أو رؤية الزيك. فقال له الرب ما أنت رائن يا عاموس؟ فقلت زيجا. يعني ايه زيجا يا عاموس؟ انت عارف الكلام ده؟ قال طبعا، لما كنت بمشي وحد بيبني بيت، الراجل البنا لازم يكون في ايده حبل، والحبل دوت في كرة من تحت تقيلة تعتبر زي الميزان، بتنزل تستقيم على الحائط. ده بتبين لي ان الحائط اللي هو عمله هل هو عدل ولا معوج مايل سنه. ده الزيك. يبقى الزيك دي اداه قياس، قياس لميزان بالخيط، خيط نازل وفي الكتله الحديد دي. ده عشان يشوف الحيطه دي، هل الحيطه دي مستويه تماما ولا في جزء طالع لبره؟ لا، لازم يعدل الموضوع. الكلام ده بقى يا رب. فقال السيد ها انز وضع زيجا في وسط شعب اسرائيل. انا احط اداه قياس في وسط الشعب، يعني هشوفك كده، احط لك الميزان قدامك وانت مستقيم ولا لا، هشوفك انت مستقيم وعدل ولا لا، ولا انت معوج. طب ايه اللي يحدد ده؟ الزيج بيرمز الى كلمه الله، كلمه الله على ضوءها هي اللي تبين انك انت ماشي في استقامه او انت مش مستقيم. علشان كده انت عمرك ما تعرف ابدا انت مستقيم قد ايه، ولا تعرف انك انت عوج قد ايه غير بالمقياس ده.
ايه هو المقياس؟ كلمة الله. يبقى اصبح ان كلمة الله اللي موجودة عندك في البيت لو ما بتتقريش تماما انت مش هتعرف نفسك كويس، مش هتعرف نفسك كويس. مهم قوي ان انا امسك الكلمة واقراها في البيت. هل انا بمسك كلمة الله في البيت واقعد اقراها؟ هل بوزن نفسي قدامها؟ هل انا بشوف نفسي كل يوم بعد النفسخ يعني جزء من الملي ولا لا؟ هل انا بشوف ده ولا لا؟ فهنا بيقول له: ها انت وضع زيكا في وسط شعب اسرائيل، لا اعود اصفح له بعد. خلاص كده. فتكفر، يعني ايه تكفر؟ يعني مش يكفر، لا، ها، فتكفر مرتفعات، يعني اي مرتفع عندك يبقى عامل ايه؟ كله مهدم، قف ما فيهوش روح ولا ليه حياه. فتكفر مرتفعات اسحاق وتخرب مقادس اسرائيل، واقوم على بيت يربعام بالسيف. الرؤية دي عجيبة، دي تورينا ان كل واحد، وتأكد كده على ان كل واحد هياخد العقاب بحسب الاسم بتاعه، بحسب الخطأ بتاعه. التشبيه سهل، التشبيه ده سهل. ليه سهل؟ لما تيجي تمتحن اي حيطه هتكتشف حقيقه الحيطه دي من خلال الزيج، فتعرف ان كان الراجل اللي بنى الجزء ده او الحيطه دي راجل فنان ولا لا. تكشف نفسك ازاي؟ في المراه. ايه هي المرايه بتاعتي؟ الكتاب الايه؟ الكتاب المقدس. هعرف كل انحراف فيا، هعرف ربنا هيعاقبني ولا لا. لكن الناس في الوقت دوت في طول اسرائيل وعرضها احتقروا كلمه ربنا، ما كانوش بيقربوا منها في التوقيت ده، وبكده مفيش حد عنده حق ان هو يشتكي لما يجي يتعاقب. اشتكي مين واشتكي ليه؟ ما انا لا استاهل. كانت كل المرتفعات اللي موجودة قدامهم كانت شهادة على انهم عصين الله، لان كل المرتفعات اللي بنوها كانت في الوقت دوت وثنية، وكل ده اختلط فيه العبادة الوثنية مع عبادة الله، وبالتالي اللي حصل الله ما يعجبوش الأمر ده، ما يعجبوش الأمر ده. يا أنا يا المرتفعات هتعبد إيه؟ وكانت العلاقة مع الله كانت علاقة مزدوجة، حبة للبعل وحبة مع الله، حبة مع زي ما بنقول دلوقتي حبة مع العالم وحبة مع الله، ودوت ما يرضوهوش تماما. علشان كده إن المرتفعات دي هتكون خلاص ملهاش اي مكان، هيحل عليها الخراب. ليه؟ لان على بيت الملك في الوقت ده، الملك في الوقت ده اللي اسمه يربعان، هيكون في موت، في موت. يبقى كل المرتفعات اللي اتبنت قبل كده وكانت فيها عبادة حقيقية واختلطت العبادات هتقع، وكمان هيقع معها الملك اللي مسؤول عن ان هو عمل ده، اللي هو الملك مين؟ يربعام. فكده الله يخلي الناس كلها تضحك عليهم. فين هي الناس الرائعة الجميلة اللي ما كان ماسكهم ربنا وماشي بيهم وعبر بيهم البرية وأنقذهم من إيد العمالقة وأنقذهم من الجوع وأنقذهم؟ فين ده كله؟ راح كل حاجة.
راح كل حاجة. ليه؟ لأنهم نجسوا المرتفعات بتاعت مين؟ بتاعت ربنا. ما عجبوش الكلام ده. واحد اسمه أمسيا يقول فأرسل أمسيا كاهن بيت إيل إلى يربع. تعالوا بصوا بقى الوشاية بتاعت أمسيا عملي. يقول فأرسل أمسيا كاهن بيت إيل إلى يربع ملك إسرائيل قائلا قد فتن عليك عموس. عموس فتن عليك في وسط بيت إسرائيل، لا تقدر الأرض أو تطيق أقواله. محدش قادر يطيق الكلام اللي هو بيقوله، لأنه هكذا قال عموس يموت يربعام بالسيف ويزبى إسرائيل عن أرضه. إيه ده؟ هو عموس عمل ده؟ ومين أمسيا ده؟ ده كان كاهن في بيت إيل في التوقيت ده، وكان معترف به من الدولة إنه هو الكاهن الرسمي اللي رسمه يربعام، وكان رئيس الكهنة في التوقيت ده. وكانش عموس ليه أي وزن. بحط لكم اتنين في المقابل، أمسيا رجل دين رئيس كهنة شرعي حسب القوانين بتاعة البلاد عندهم، وفي المقابل شخص تاني اللي هو شخص مين؟ عموس. رجل غلبان بيلبس لبس تعبان، حياته بسيطة، ملهوش لبس رسمي زي أمسيا، ما عندوش الفخامة تديله القوة إنه هو يبقى قدام الناس يتسمع له، ما عندوش ده كله. يعني لما تجيلك الدعوة أو كلمة موجهة ليك من حد غلبان خالص وبسيط خالص على قده، تقول هو ده مين يعني؟ لكن لما تجيلك من راجل دين، هو ده، هي دي الكلمة المبعوثة ليا، لكن ده تعمل بيه ايه؟ فأمس يبص لي عموس إن هو ايه؟ هلهلي زي ما بنقول، أي حاجة كده وخلاص. اللي جاي دوت يتنبأ ده هو كان فين واحنا فين. لكن أمسيا ذكي، بيفكر بطريقة عصرية. قال لك أنا المسؤول عن الغيلمان بتاع الكهنة ده كله، وأنا اللي باين قدام الناس كلها. الراجل ده ممكن يضيع لي كل اللي أنا بعمله، كل اللي أنا بنيته في السنين اللي فاتت، ممكن اللي اسمه عموس زي يعمل ايه؟ يقلبوا عليا. لا، انا خدهم بالصوت قبل ايه؟ ويغلبوك. اجر على مين؟ على الملك. وراح للملك واعتبر أمسيا ان الانذارات اللي بيقولها عموس للملك دي كانت انذارات حقيقيه، اعتبرها هو كده. ليه يا أمسيا تعمل ده؟ بدل ما تتوب وتقدم توبه وتقف على رجلك من جديد وتروح تقول للملك انه هو كمان يتوب معاك، لا، تعمل كده ازاي؟ لا، افضل السلطه بتاعتي، افضل الكرسي بتاعي، افضل المكانه بتاعتي، مين يطردني؟ اسيب ده اللي يطردني؟ لا، أنا مكانتي. وراح وقال لي يربعام. أول ما سمع يربعام قال له دوت بيقول إنه هيقتلك بالسيف. وخد بالك يا جلالة الملك، معنى إنك تتقتل بالسيف يعني الأمة بتاعتنا طارت، يبقى ملناش أمة. الراجل ده بيقول أي كلام؟ الراجل ده بيهيج الشعب علينا. الراجل ده ملوش اي وزن. الراجل دوت انت لازم تشيله، الشعب كله مش طايقه.
قال للملك وسمع الملك، لكن أمسيا واخد الخطوات الأولى أكتر من الملك، لأنه هو خايف على نفسه أكتر من الإيه؟ من الملك. طرد مين؟ طرد عموس. تعالوا بص في العدد 12. فقال أمسيا لعموس: أيها الرائي اذهب اهرب إلى أرض يهوذا. يعني سيب إسرائيل وروح لأرض إيه؟ يهوذا. يهوذا دي فين؟ في الجنوب. إسرائيل فوق في الشمال. قال له روح ليهوذا، اجري هناك، اذهب إلى أرض يهوذا وكل هناك خبزا، وهناك كمان اتنبأ اعمل اللي انت عايز تعمله هناك. يعني سيبك من هنا وامشي واعمل اللي انت بتعمله ده هناك مش عندنا. وإما بيت إيل فلا تعد تتنبأ فيها بعد، لأنها مقدس الملك وبيت الملك، احنا مش عايزينك عندنا. كلمة الله جاية لغاية عندك يا أمسيا، كلمة الله بتيجي لغاية عندنا وإحنا بنقول لها باي باي مش عايزينك. فعلا دي حقيقة، في ناس كتير قافلة ودنها تمام عن كلمة الله، وإن كانت بتستوعب أحيانا لكن خلاص منها كده وأفضل كده. لكن عموس خد موقف ومش لازم يسكت. اللي مرسل من قبل الله بكلمة ما يقدرش يسكت، ما يقدرش يستكين، لازم يكون عارف إنه هو هيتكلم إزاي وإمتى يتكلم وإمتى يسكت. يقول فأجاب عموس على 14 وقال لأمسيا: لست أنا نبيا، أنا مش نبي يا عمي، ولا أنا ابن نبي. يعني أنا ولا دخلت مدرسة أنبياء ولا دخلت مدرسة تنبأ فيها، ولا أبويا كان نبي زي ما أبوك كان كاهن كده يا أمسيا، أنا ولا حاجة، بل أنا راعي وجاني جميز. أنا راعي حبة غنم وبطلع أتعلق على الشجر وأعمل إيه؟ ونزل الجميز علشان أبيعه. يقول فأخذني الرب من وراء الضأن، يعني من وراء الإيه؟ الغنم. خدني من وراء الغنم وقال لي الرب: اذهب تنبأ لشعب إسرائيل. روح. إيه ده؟ عموس كان ممكن يخاف ويتراجع، عموس كان ممكن يخاف ويتراجع، لكن ما خافش وما انكرش كمان هو قيمته ايه. قال انا قيمته ولا حاجه. كان واحد غيره يقول لا انا هبين نفسي قدام كل الناس ان انا نبي، ان الناس تسمعني كويس، لازم افرد نفسي، افرد طولي، اتكلم معاهم بقوه عشان الناس تحس. لكن عموس ما عملش ده، اتكلم بطبيعته تماما وراح مقدم نفسه انه هو مجرد راعي غنم وجاني جميز. وفي شجاعه متناهيه قال ان الارساليه اللي انا جاي فيها ليكم مش من نفسي، لكن دي من مين؟ من ربنا. ربنا هو اللي دعاني، هو اللي جابني من ورا الايه؟ من ورا الغنم. انا كمان مش نبي عشان اتنبأ لكم، انا ما تلمستش على ايد مدرسه زي اللي كانت موجوده في سفر الملوك، مدرسه الانبياء. انا ما اتدربتش في حته زي دي وما اتعلمتش في حته زي دي، لكن مين اللي ارسلني؟ ارسلني الله. يبقى الدعوه بتاعتي ليست دعوه شخصيه من نفسي، لكن دي دعوة شخصية من مين؟ من الله. وهكذا أي إنسان يخدم لابد أن تكون الدعوة بتاعته ليس من نفسه لكن من مين؟
من الله. لو كانت من نفسه مع مرور الوقت الدنيا هتفطر وهيقف ومش هيكمل، لأنه هو بيدور على حاجات معينة لغاية ما تتظبط خلاص انتهي. لكن الذي يخدم من الله هو ده اللي بيعمل ايه؟ هو ده المستمر. عشان كده هو كان موضح الحتة دي. يبقى الجرأة الشديدة بتاعت عاموس خلته يتكلم وهو مش خايف من أي حاجة، وقال له بص بقى، طالما انت شايف كده، طالما انت شايف كده يا أموسيا، تعالى بقى خد الإعلان والنبوة اللي جاية دي ليك انت وللشعب كله اللي انت بترعاه. الكلام اللي جاي ده مش مني، ده من مين؟ من الله. فالآن اسمع قول الرب، العدد 16، اسمع قول الرب. أنت تقول، أنت بتقول لا تتنبأ على إسرائيل ولا تتكلم على بيت إسحاق، لذلك هكذا قال الرب. اسمع بقى كلام ربنا. امرأتك تزنى في المدينة، تزني في المدينة، وبنوك وبناتك يسقطون بالسيف، وأرضك تقسم بالحبل، يعني تتقاس، وأنت تموت في أرض نجسة، وإسرائيل يزبى سبيا عن إيه؟ عن أرضه. قال له خد بقى، تعالى، طالما أنت بتيجي كده جاي على شخص زي كده غلبان، ربنا هو اللي دعيه وعاوز تقف قدامه وتقول لي سيب الأرض إسرائيل، ده أنا جاي انقذك. خد بقى، تعالى بقى، طالما أنت بقى مش عايز تسمع، خد الإعلان ده إعلان من الله. يبقى هذه النبوة كانت واضحة لأموسيا إنه هي مين؟ لشعب مين؟ لشعب إسرائيل، إنه هيتسب، ويربعام كمان هيتاخد ويتقتل بالإيه؟ بالسيف زي ما هو قال. وأموسيا هيموت، وبناته وولاده، وتتاخد الأرض بتاعته، ومراته تتاخد ويستعملوها كزانية. إيه ده كله ده؟ ده عقاب من الله؟ قال لك ده عقاب، ده حصل بالفعل. ايوه حصل بالفعل. امتى؟ لما جه قوه اشور، العقاب بتاع الله القوي اللي ما بعده ان يجي حد ويقول له يا رب كفى. قال له مفيش كفى المره دي يا عاموس، العقاب جاي، العقاب جاي على الشعب ده، جاي. وهكذا انتهى هذا الإصحاح كله بالثلاث رؤى ومعاندة الكاهن لشخص مرسل من قبل الله، والله اللي بيقول ان لكل شخص لابد انه يقع، لازم يقوم، ولو ما امشي انا هعمل ايه؟ هقضي عليه، ودي عقاب الله. ولإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.